لو جالهم سفر يسافروا الجوازاء بوجه عام سواء بنت او ولد، والبنت عندها ارتباط جديد. نيجي لبرج السرطان. السرطان الفتره ديت مادياته مش حلوه، مع العلم ان الفتره دي عندهم حلوه، لكن هو دايما سوء تفكيره او سوء اختياره للامور، او دايما الخطه اللي حاططها لحياته بيبقى عامل خطه معينه دايما بتقع منها حاجات كتير، لان هو ما بيبقاش مركز، عامل زحمه كدابه او مركز في كذا حاجه وعايز يعمل ده وده وده، فبتبقى الدنيا عنده بتبوظ. فبقول لهم يركزوا في حاجه واحده بس عشان الدنيا عندهم تظبط، تمام. لان الفتره دي والفتره اللي جايه عندهم حلوه قوي. نيجي للاسد. الاسد بقول لهم ما يحكوش عن حاجه او ما يتكلموش في حاجه، لان الفتره ديت عندهم ابتدت تبقى حلوه. عندهم الفتره الجايه زي عقود او زي اتفاقات هتحصل. عندهم سفر هيحصل. بوجه عام الاسد الفتره دي اي قرار عايز ياخده، وخصوصا عمليا ياخده، لان الفتره دي حلوه عندهم قوي. نيجي لبرج العذراء. العذراء بقول لهم ما تهولوش المواضيع، علشان المواضيع يعني هتفلت منهم. عندهم انتقال، العذراء بوجه عام عندهم انتقال من مكان لمكان، سواء بيت او عمل. عندهم انتقال من مكان لمكان سواء بيت او عمل، في انتقال عندهم. عندهم لو في عندهم مشاكل بلاش يكبروها ويستعبطوا، يعني اللي هم ما يقعدوش يتلككوا للي قدامهم، لان ده 90% من العذراء دايما بيحبوا يتلككوا للناس لا، اللي قدامهم. ودايما بيلوموا على الناس اللي حواليه لا هو ما حتى لو بيشوفش اللي اخطاء، غلطان. لا اه هم ما طبعا بيشوفش اخطاء، طبعا، هو ما بس هم بيغلطش. بيتصيدوا اخطاء الاخرين. ايوه صح. اوكي، فبقول لهم ما تهونوش، ما ترموش الترابيزه على الناس اللي قدامكم، لان دي سياستهم في الحياه، صح. رمي الترابيزه على اللي قدامهم. هتقولي لي انا اوكي، فبس عندهم من بعد شهر 4 الدنيا تختلف 180 درجه. حلو. نيجي بعد كده للميزان. الميزان الفتره دي عنده حلو، لو عايز يعمل حاجه يعملها. انا الميزان مش عارفه انت قادر عايزه يعمل ايه. حاجة. طب هقول والله الميزان الفتره دي لو عايز يعمل اي حاجه، قرار، لو عايز يخس مثلا هيخس، هيخس، ما نشوف. لان هو عنده اراده وشخصيه قويه. الميزان ست وراجل لما بيحطوا حاجه في دماغهم، بس يعني هم بيحبوا يدرسوها، ما بيحبوش يخاطروا. لما بيقرروا انه يعملوا حاجه ارادتهم قويه جدا جدا. الميزان عنده إرادة. طبعا. ماشي. انا عندي واحده ميزان. صاحبتي اسمها نوره، عندها اراده وكويسه قوي على فكره. ده اللي هو انا. اوكي ماشي، ما تحاوليش. الميزان عايز يعيش سعيد، اللي هو انا سعادتي في الطبق اللي قدامي، فانا هاكل الطبق اللي ده قدامي، مش الفتره دي مشكلة المرحله الدايت. دي بس على فكره.